ضحك متواصل متتالية من الأطروفات. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمله رياكشن هو الواد سيد الشحات من بطولة أحمد فهمي. طبعا تقريبا هو شكله تريلر، تريلر أو تيزر، لا هو دقيقة، هو دقيقة يعتبر تيزر مش تريلر برضو. ظاهر ان كل الناس نازلة بتيزرز بس مش نازلين بتريلرز. طبعا كالعادة ما شفتش التيزر دي ولا مرة، فهشوفها معاك دلوقتي، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا، يا رب يطلع كوميدي بس ما يطلعش زي الفكرة بمليون جنيه. يعني ما انا هفجر مفاجأة دلوقتي حالا. فجر ما عم تصدقنا؟ نسرقها ازاي؟ احسن وقت نسرق فيه الجوهرة وهم بيحرقوه. يا ابني هوي عدل، انت بتهوي على طرب، انت تستبق دراسه كلها كده في كده. انا مستحيل اقبل على نفسي مليم زياده عن المصروف اللي ابوكي بيساعدنا بيه. اتفضل رجعهم لي. طب ما تيجوا نشوف. حاطه مكياج ولو ساح هتلاقي تمساح. الله ده انت هتقعد مع رمضان يا ولد رياله. دي عبدة ابويا، دي عبدة فلان، ده هيل بوي. اللهم اجعله خير. ضحك متواصل متتاليه من الاطروفات. ايه يا جماعه ده، هو في ايه؟ هو فين الكوميديا يا جماعه؟ هو ايه، هو ايه الرخص اللي احنا وصلنا ده؟ حتى احمد فهمي، يعني حتى احمد فهمي انا مش شايف اي نوع من انواع الكوميديا يا جماعه خالص. وبرده تيزر مش تريلر. انا مش عارف اقول ايه بصراحه، لحد دلوقتي مفيش ولا مسلسل علم معايا بصراحه، والله العظيم مفيش فعلا بجد ولا مسلسل علم معايا. عايز اقول ان انا فعلا هموت واشوفه زي كل سنه خالص بقى. انا لحد دلوقتي صفر على الشمال. يعني مسلسل فيه احمد فهمي وهنا الزاهد مصطفى بسيط، ومعرفش اذا كان اكرم حسني بقى ضيف شرف ولا هيطلع بقى في المسلسل كله مش عارف. طبعا لاحمد الجندي اللي كان اخرج قبل كده نيلو شريهان. نسبه ترقبي للمسلسل 6/10، بس ما عنديش حاجه تانية اقولها طبعا عشان التيزر ما وضحتش اي حاجه غير ان هم كانوا عايزين يسرقوا جوهره او هم حراميه وهو تقريبا هي غنيه وهو فقير، ما وضحوش اي حاجه برده في التيزر كالعاده. بس اتمنى اشوفه في حلقات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وانستغرام وفيسبوك، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. يا ابني هوي عدل، انت بتهوي على طرب، انت تستبق دراسه كلها كده في كده. انا مستحيل اقبل على نفسي مليم زياده عن المصروف اللي ابوكي بيساعدنا بيه. اتفضل رجعهم.